السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي المتدربين، أهلا بحضراتكم. فدلوقتي هنتكلم في النقطة الجاية، هي الفرق ما بين الإدارة والقيادة. هل هناك فرق بين القائد والمدير؟ هل كل مدير قائد؟ هل كل قائد مدير؟ علشان نجاوب على السؤال ده أنا عملت لحضرتك كده جدول تيبل في الفرق ما بين القيادة والإدارة. تعال نمسكه مع بعض كده واحدة واحدة ونتكلم عنه. أول حاجة عندي إن القيادة رؤية. القائد لابد أن يمتلك رؤية، والرؤية دي تكون رؤية ثاقبة، يعني هو يرى ما لا يراه الآخرون، دي القيادة. أما الإدارة فهي متابعة التنفيذ، يعني احنا خلاص عملنا وزعنا ادوار، دور المدير ان هو يتابع تنفيذ هذه الادوار. فالادارة بتعتمد على التارجت، يعني ان انا عايز اوصل للمستهدف. القيادة بتعتمد على الاقناع والتحفيز، الادارة وضع الخطط والتقييم. يبقى انا بوجه وبقنع وبحفز، لكن هناك بحط خطط وتقييم. في القيادة بتعتمد على التوجيه والضبط، في دايركشن وفي كنترول. أما بالنسبة للإدارة فهي بتعتمد على وضع المسؤوليات والمتابعة، يعني بدي كل واحد مسؤوليته وأبدأ أتابع إلى ده. في القيادة بتعتمد على القدرة على الاستفادة من الطاقات البشرية المختلفة. أما بالنسبة للإدارة فأنا بشرف على إنجاز المهام، زي ما قلت لسيادتك كده كل واحد خد أهداف على الشورت تيرم اللي احنا خلاص بنينا عليها الكي بي آيز، الكي بيرفورمانس إنديكيتورز اللي هي مؤشرات قياس الأداء، كلها حاجات شورت تيرم، يعني محدش هيستناك 5 سنين، هو عايز ماكسيموم سنة، بيدي لك اهداف تخلص كل شهر وتخلص كل 3 شهور، عشان يجي اخر السنه يقول لك انت خلصت كام في الميه مما وصل اليك من اهداف تارجت. القياده لا، القياده بيحاول يستفيد من الطاقه البشريه الموجوده، حتى لو لقى واحد نص نص ما بيرموش على طول من المركب، الاداره ممكن ترمي من المركب. القائد يقعد يدرب ويطور ويحسن من الاداء ويبدا يعمل تحليل لنقاط القوه والضعف عند فريق العمل بتاعه، علشان يقدر يشوف في توزيع الادوار هيوزع اي دور على اي واحد بناء على قدراته. قائد القيادة هي القدرة على تحقيق التماسك بين اعضاء الفريق، لا فيش حاجة اسمها ايه فرق تاسك خالص. لكن الادارة اهم حاجة عندها ايه؟ ضبط الوثائق، الورق والاليات المتبعة، اللي هو نظام الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، امضى ابو العلا يمضي ابو العلا. ايضا من الحاجات اللي هي برضه بتميز القياده او بتفرق ما بين القياده والاداره، ان القياده هي مهارات شخصيه، لكن الاداره ها دور مسنود، سايند رول، يعني وظيفه. أنا وظيفتي مدير، زي بالظبط كده لما بنقعد نعمل جلسات في الكوتشنج، في واحد بيشتكي فبيقول لي والله أنا وزميلي الاتنين متعينين في نفس اليوم، ماشيين مع بعض خطوة خطوة، نفس الأدبية، نفس الخبرة، نفس الكفاءة، حتى في التقارير السنوية أنا هو تقريبا زي بعض، ما فيش اختلاف، يمكن أكون أحسن منه في سنة من السي مثلا، وبعد كده الإدارة اختارته بقى مدير وأنا لأ. ولما سألت الإدارة قالوا لي هو رجل المرحلة، عشان كده أسند هذا الدور لي أنت لأ. لذلك القيادة، القيادة بتعتمد على مهاراتي أنا، قدراتي أنا الشخصية، لكن الإدارة على حسب ما بيتم توزيع الأدوار. عندي برضو في القيادة هي فعل الأشياء الصحيحة، أما الإدارة
هي فعل اشياء بشكل ايه؟ بشكل صحيح. صوت لك تسليب ورق. الورق عندي يكون متظبط، الوثائق تكون دوكيومنتد كده وموثقه وممضيه ومختومه تمام تمام. حتى لو فيها غلط، حتى لو فيها غلط مش كده. القائد ما يعملش غير الحاجه الصح. Do the right thing. اوكي؟ القائد او القياده بتحط توجه، بتضع توجه، بتعمل دايركشن للناس عشان كلهم يشتغلوا على نفس الهدف الواحد او المشترك لتحقيق نتائج مشتركه. اما في الاداره فبتحط خطط وموازنات، بلانز وبادجتس، يعني دي معروفه ودي معروفه يعني، بس احنا بنفرق بين الاثنين. وعلى فكره انا ما بقولش ان الاداره اقل من القياده او ان الاداره وحش، لا طبعا، ده احنا ازمتنا في المجتمعات العربيه في الاثنين دول، ازمتنا ازمه قياده، ازمتنا ازمه اداره. بس عشان بس عندك موارد بس ما بتعرفش تديرها. لكن انا دلوقتي بفرق بين الاثنين علشان اقول لسيادتك انا حطيت ما بين يديك يعني النهرين، فاختار كده اي نهر تود ان تشرب منه. القياده برضو يا جماعه بتصنع التغيير، الاداره بتصنع الاوامر وبتعتمد على الاوامر، القياده تعمل على تحسين السيستم، لكن الاداره بتعمل داخل النظام. Work in system. ده طبعا تفريق بسيط ما بين الاثنين، وهتلاقي عند حضرتك طبعا في الماتيريال انا حاطهم لك كده في جدول عشان تشوف ده وتشوف ده وتعرف تقارن ما بين الاداره والقياده. النقطه اللي جايه بقى هنتكلم فيها عن الاساطير والاكاذيب المتعلقه بالقياده، ومش هتكلم فيها كتير، يمكن اخترت اشهر خمس اساطير واشهر خمس اكاذيب متعلقين بالقياده علشان نحطهم مع بعض وننتقدهم كنوع من انواع التقديم للدبلومه بتاعتنا. اول اكذوبه عندي، ويا ريت احنا كنا مع بعض يعني فيس تو فيس كده قاعدين مع بعض جوه قاعه التدريب، وكنت هقول لكل واحد من حضراتكم يطلع ورقه وقلم ويكتب لي رايه، هل القائد يولد فقط ولا القائد يولد ويصنع؟ الأكذوبة تقول أن القائد يولد ولا يصنع، وطبعا دي بنقول عليها أكذوبة. ليه؟ لأن القائد الذي يولد قائد، طبعا دي عشان هما كانوا بيعتمدوا زمان ان ابن الملك ملك، ابن الملك ولي عهد، الامير بيولد، امير بيولد ينزل كده بيبي ختم الاماره خلاص وصعليق صعليق. لكن التاريخ اثبت ان هناك من فئه ما اطلقوا عليه فئه الصعاليق او اللي هم العامه، طلع منهم قادة غيروا شكل التاريخ. فمين اللي قال أن القائد يولد ولا يصنع؟ يمكن برضو فينس لومباردي، وده واحد من أشهر مدربي الكرة القدم الأمريكية، ليه عبارة حلوة قوي، بيقول أن القادة يصنعون ولا يولدون، إنهم يصنعون من خلال الجهد الشاق، وهذا الجهد الشاق إنه الثمن المترتب علينا جميعا دفعه من أجل تحقيق أي هدف يستحق العناء. عبارة حلوة. والله سبحانه وتعالى استخدم لفظ الصناعة عندما تحدث إلى سيدنا موسى وقال له ولتصنع على عيني. فلفظ الصناعة، صناعة القائد موجود يا جماعة، وإلا ما كانش لازم احنا ناخد دبلومة إعداد قادة وتقول الراجل لا مش دافع لك فلوس، مش عايز شهادات، مش عايز اخد انا دبلوم، مش عايز اقرا، مش عايز اتفرج على محاضرات بتتكلم في اعداد القادة. القائد يولد ويصنع.
لأن أي إنسان، أي كاركتر، أي شخصية بيؤثر على مؤثرين، اثنين، مؤثر جيني جيناتيك وراثي، ومؤثر بيئي فايرومنتال. لذلك لما تلاقي اثنين توأم مثلا، واحد راح عاش في أمريكا والتاني عاش في صعيد مصر، الاثنين عندهم نفس الصفات الوراثية. أنا شبه والدي وشبه جدي وجد جدي في حاجات، لكن البيئة ليها شأن برضو في تعديل سلوكي والتأثير علي. لذلك من الظلم مكان إن أنا أقول أن القائد يولد وفقط، ودي أكذوبة، ودي الأكذوبة دي من شأنها أنها بتقفل الباب علي. يعني طالما أنت ما اتولدتش قائد خلاص أنت ما ينفعش تبقى قائد، ما خدتش ختم الإمارة. مين قال الكلام ده؟ أوكي. الأكذوبة الثانية، ودي برضو يعني استمرار للأكذوبة الأولى، أن القيادة هي مهارة نادرة. يا نهار أبيض، ما إيه اللي بيحصل ده؟ بل عندي شركات ومؤسسات مالتي ناشونال متعددة الجنسيات، وشركات متعددة الجنسيات، يعني متعددة ومتعددة الاثنين، وعندي شركات متوسطة، وعندي شركات بانيكا كده، بانيكا يعني شركات تحت بير السلم، وعندي دول، وعندي قبائل، وعندي عائلات، وعندي عشائر، وعندي قرى، وكل واحدة من الحاجات اللي قلتها ديت فيها قادة. فلو كانت القيادة صفة نادرة لما كان هؤلاء قادة. فأكذوبة برضو بتقفل علينا الباب، باب التعلم، اللي هي دي مهارة نادرة يا عم هجيبها منين؟ مفيش الكلام ده يا جماعة. الأكذوبة الثالثة أن القائد يوجد فقط في أعلى الهرم الوظيفي، أعلى درجات السلم الوظيفي. برضو من الحاجات الخاطئة، يعني من حكم شغلي، بحكم شغلي كراجل بدخل شركات كونسلتنت، فبلاقي ان في فلان الفلاني او الحاج فلان الفلاني او الاستاذ فلان الفلاني، الراجل ده قديم ويقول لك الشركه طلعت على كتافه، لكن هو واقف عند بوزيشن معين، لكن الراجل ده قائد على الرغم ان هو مش سي او. ممكن السي او لك بيقول لك لما يحب السي او رئيس تنفيذي ياخد قرار يقعد مع الراجل ده الاول، بس هو بحكم وظيفته أو حدود وظيفته وقفته عند مستوى معين، لكن هو يمتلك مهارات القائد. فمين قال القائد لازم أن يبقى رئيس مجلس الإدارة؟ مين قال؟ الأكذوبة الرابعة، ودي أكذوبة عجيبة بقى يعني ومشهورة قوي، يعني يقول لك إن القائد كاريزماتيك باي ناتشر، القائد كاريزمي بالصليقة، هو اتولد عنده قبول وحضور. طبعا احنا قلنا ان الكاريزما دي ليها ثلاث مستويات، في اللي هو الكاريزماتيك او الكاريزمي الرسمي، الكاريزما الرسميه او الانجذاب الرسمي زي ما قلت، وفي اللي هو المصطنع، وفي اللي هو الطبيعي اللي هو مستمد من قدراتك ومن صفاتك ومهاراتك. اوكي، بس الكاريزما وفقط تصنع القائد؟ الإجابة لا. القائد يا جماعة الخير لابد أن يكون كفء، والكفاءة بلخصها لك في أربع حروف، KSAA، يعني knowledge، كي اختصار knowledge، معرفة، عنده علم، عنده معرفة، بيمتلك أدوات علمية تساعد في اتخاذ القرار، فاهم قوي الصناعة اللي هو بيشتغل فيها او فاهم الاهداف المطلوبة منه، عنده سكيلز، مهارات، سواء مهارات شخصية تخصه هو او مهارات في التعامل مع الغير، عنده ability يعني قدرة، والقدرة اما تكون يعني القدرة اثنين، القدرة الذهنية والقدرة الجسدية والعضلية والجسمانية، عنده أتيتيود، عنده توجه سلوكي، هي دي الكفاءة. ويا سلام لو معاه كاريزما زي الفل، 10 على 10،
لكن كاريزما من غير الأربعة دول ولا بلازما مش حمشري. الكاريزما وحدها لا تصنع قائد، ولو كانت صنعت قائد مع مرور الوقت بينكشف أمره، لأن تعالى عم القائد فين النولج، فين المعرفة؟ مفيش. طب فين المهارات؟ مفيش. طب فين القدرات؟ مفيش. طب فين السلوك؟ مفيش. كاريزما بس رح روح. فلو انت بتقول ان انت ما عندكش قبول او قبول او حضور دلوقتي، بس شغال على الاربعة دول، ان شاء الله هيبقى عندك كاريزما. ليه؟ لان كاريزما هتيجي من التأثير. كاريزما مصنوعة وليست مصطنعة، بتسبورت يو، بتدعمك. الاسطورة الخمسة والاكذوبة الخمسة ان القادة يتحكمون بالتلاعب. يقول لك انا قائد عشان نطبق مبدأ فرق تسد. I'm so sorry، انت لست قائدا. قول على نفسك مدير شغال، رئيس العصابة ماشي، لكن ما تقوليش ان انت قائد. ما تمشيش. ماليش قائد يعني تعرف توحد القوة، بتعرف تجمع الناس مش تفرق الناس. ما تقوليش فرق تسد، ما تقوليش انا هبدأ اشتغل مع التلاعب واضحك على ده عشان اجنده وعادي ده علشان اطلعه. ده مش قائد. ده اي حاجة في الدنيا غير ان هو يبقى قائد. ده دول الخمس اساطير او اكاذيب متعلقة بالقيادة. طيب المرحلة او النقطة اللي انا عايز ان يعني يحصل فيها ترانسفورميشنال بقى او ترانسفورمينج من تيم بلاير او دوري كراجل تابع واحد فريق العمل الى دوري القيادي. النقلة دي هتتم ازاي؟ هتتم عن طريق تطوير دورك الجديد هو تطوير القيادة. وفي تطوير القيادة بتتم على ثلاث مراحل رئيسية. أول مرحلة فهمك التام لقيمة الإدارة، واعرف أن الإدارة قيمة القيادة، واعرف أن القيادة هي الغطاء الحقيقي للحياة، هي الحياة أصلا. حتى في المنظور الإسلامي الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أو أمر إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. ثلاثة يحط عليهم أمير على طول، يبقى لهم قائد عشان نرجع له، عشان يحدد لنا الوجهة ونختار قائد فعلا، قائد فعال بالصفات اللي هنتكلم عنها كمان شوية. نابليون بونابرت في حديث مشهور لي قال جيش من الأرانب يقوده أسد أفضل من جيش من الأسود يقوده أرنب. فتكلم عن دور القائد برضو ودور القيادة الفعالة، لأن القيادة هي حلقة الوصل ما بين العاملين وبين الخطط اللي جاية من فوق، خطة الاستراتيجية هي البوتاقة اللي بتنصار فيها كل الجهود، هي اللي بتعمل عملية دعم للقوى الإيجابية في المؤسسة، بتنمي وبتطور وبتدرب القوى البشرية، بتواكب التغيرات المحيطة والمستمرة بالمؤسسات والدول، بتسهل على المؤسسات تحقيق أهدافها. فموضوع القيادة مهم جدا. يبقى أول حاجة لازم تفهم دور القيادة. تاني حاجة لابد من وضع التزام شخصي بتعلم القيادة، تعلم أدوات القيادة زي اللي بتعمله دلوقتي. حضرتك بتاخد كورس او دبلومه اعداد قاده ليه؟ عشان عندك التزام داخلي انك تتطور، انك تعلم نفسك القياده. ثالث نقطه، ابدا على طول عمليه القياده، واول شخص هتعمل له قياده هو سيادتك yourself. لابد ان تقود نفسك اولا، وبقيادتك لذاتك وبإدارتك لذاتك هينعكس على الآخرين بشكل إيجابي وبشكل تلقائي. تعال ندخل بقى في النقطة اللي هنختم بيها التراك أو الجلسة التدريبية الأولى
اللي بتاعت اليوم إن شاء الله، وهي صفات القائد الفعال، الصفات والسمات الشخصية لي. في باحثين كتير جدا وأشهرهم بيتر دراكر، هو الرجل ده رفض ان هو يحط صفات للقائد الفعال، وفي باحثين برضو كتير وفي زملاء كثيرين حتى لنا في المجال ومن سبقونا حطوا صفات للقائد الفعال من باب ان احنا نشوف الحاجات اللي تميزه عن بقية الناس علشان نبدأ حتى احنا نشتغل عليها في عملية التحول من تيم بلاير لليدر. طيب الصفات دي عبارة عن ايه؟ اول صفة معانا هي صفة السيلف اويرنس او المعرفة الذاتية، ان كل واحد فينا يعرف ذاته كويس، كل واحد فينا يبدأ يحط ايده على نقاط القوة ونقاط الضعف. نقاط القوة ينميها يحافظ عليها، ونقاط الضعف يبدأ يشتغل عليها علشان يطورها ويحولها الى نقاط قوة. السيلف اويرنس، القائد عنده معرفة تامة بذاته، لان لو ما عرفش ذاته مش هيعرف يقيم الاخرين. النقطة اللي جاية والصفة اللي جاية صفة الاكاونتابيليتي، والاكاونتابيليتي دي معناها المساءلة والمحاسبة، يعني تحمل المسؤولية وتحمل تبعات المسؤولية. الفرق بين المدير والقائد لما يحصل مشكلة عنده في إدارته أو في مجموعته، مجموعة العمل بتاعته، وتسمع بره، المدير كل همه يعرف مين اللي غلط، هتقولي القائد، القائد يقول أنا غلطت. ليه أنت غلطت؟ أنا غلطت لأن أنا ما عملتش تطوير وتدريب للموظف ده فسمعت غلطة. أنا غلطت إن أنا ما رجعتش كويس فالغلطة طلعت بره عندي. أنا غلطت عشان واحد اتنين تلاتة. بيتحمل تبعات المسؤولية. القائد بيتحمل تبعاته المسؤولية الإيجابي والسلبي. المدير لأ، في الحلوة معاك، في الوحش معرفكش. لذلك في يعني في نقطة بقولها كتير أو في محاضراتي تخص الموضوع ده بالذات، إن حد من الزملاء الماليزيين، هي كانت سيدة فهي بتتكلم معانا فبتشاور بالإشارة دي، وطبعا إحنا وي آر إيجيبشن، يعني هتشاور لي هشاور لك، يعني أنا مش فاهم إيدي برضه، أنا راجل بدرس بادي لانجوج وبدرس بادي لانجوج، فالحتة دي بالنسبة لي مستفزة. ففهمت ان هي دي عندهم كده حركة تراديشنال، عندهم حركة قديمة، اشارة قديمة معناها قبل ان الومك باصبع الوم نفسي باربعة اصابع. Before I blame you by one I blame myself by four. قبل ان اوجه اليك اللوم مرة اوجه نفسي اللوم اربع مرات. هذا هو القائد. من الصفات برضو المميزة أو المميزة للقائد الفعال هي صفة الانتجريتي أو النزاهة. الرجل القائد الفعال هو أهل ثقة، نثق فيه لدرجة نزاهته ولدرجة أمانته، فهو من أهل الثقة. أوكي؟ برضو من الصفات اللي بتميزه والناس بتعتبرها مهارة صفة التخطيط. القائد بيستطيع انه يعني يقضي 80% من وقته بيحط خططه، 20% بيتابع الخطط ويتابع التنفيذ. والقائد الفعال ما بيسيبش حاجة لمحض الصدفة خالص، ما عندوش حاجة اسمها كاد كده يعني، لا فيش الكلام، هو رجل استباقي. لذلك انا عندي الناس بصنفها كده على 3 أصناف، حد برو اكتف، اكتبها شو ما تنساش، برو اكتف، وحد اكتف او ري اكتف يعني اللي هو بيرد الفعل، وحد دي اكتف اللي هو غير فعال. البرو اكتف ده حد او شخص استباقي مبادر، يعني بيبدأ يشوف الناس النهاردة اخبارهم ايه وبعد 5 سنين هيبقى اخبارهم ايه.
بيحط سيناريوهات وبيحط سكريبتس كده يعني للي جاي، بيتوقع اللي جاي ويقرا اللي بين السطور، عنده فيجن رؤية، ما بيسيبش حاجة للصدفة. اما الراجل اللي هو الرياكتيف او الاكتيف زي انا بقول سوري، البرو اكتيف ده صانع حدث، الرياكتيف ده لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، اللي هو يعني هتعمل لي حاجه هردها لك. اما الشخص الدي اكتيف ده شخص غير فعال، وده شخص مفعول به، ده هذا لا يصنع الحدث ولا يتفاعل حتى معاه، ده منين ما الدنيا بتمشي هو بيمشي، واحيانا بيظل ساكنا وبيتحرك الكون من حوله وهو فاكر نفسه ساكن، لكن طبعا الناس قد اتحركت وانت في مكانك، فانت بقيت في اخر القطيع خلاص، انت فاكر نفسك ثابت، مش ثابت، انت كله طلع قدام وانت تراجعت للخلف، فهو مش سكون يعني. اوكي، ده اللي هو الدي اكتف. نرجع مع بعض. من الصفات برضو للقائد الفعال صفة التنظيم. فالقائد الفعال دايما بيشتغل في محيط منظم منضبط، هو بيمتاز بالدقة في كل شيء، وعنده أهداف وأولويات، وتلاقي حتى منظم في بيته ومنظم في مكتبه، النظام جزء من حياته، بيعرف ياخد قرارات. وقديما قالوا أن الإدارة سوري أن القيادة هي فن اتخاذ القرار، والقائد بيصنع الحدث وما ينتظرش حدث، زي ما قلت لك هو راجل مبادر. القائد الفعال من صفاته الذكاء الاجتماعي وقدرته على التواصل مع الاخرين، وازاي يوصل رسالته بشكل ايجابي، وازاي ياخد رد الفعل بشكل ايجابي، عنده ذكاء اجتماعي وبيعرف يتعامل معاه بشكل غير طبيعي. يمكن انا عندي حلقه على اليوتيوب تشانل على قناتي انا على اليوتيوب، حسب لحضرتك طبعا اسمها في الماتيريال، ممكن ترجعوا، انا عامل محاضره كده 40 دقيقه عن الذكاء الاجتماعي، ارجعوا لها هتستفيدوا منها كتير ان شاء الله يعني. برضو من الحاجات اللي هي او الصفات المميزه للقائد الفعال ان هو لديه قدره على التفويض، يعني بيعرف يفوض امتى، بيعرف يدي الاشخاص اللي فعلا اهل التفويض المهام دي امتى، فبيعرف يختارهم صح وبيعمل تفويض بشكل مناسب. وطبعا القاعده بتقول ان المفوض لا يفوض، يعني انا اديت تفويض لسيادتك في غيابي، ما ينفعش سيادتك تنقل التفويض لحد تاني. اوكي، من الصفات برضو اللي بتميز القائد الفعال امتلاكه للرؤيه الثاقبه، لديه رؤيه، وانا هتكلم عن موضوع الفيجن والرؤيه ده في الحلقه الثانيه ان شاء الله، او في الجلسه التدريبيه الثانيه بشكل موسع، عشان نفرق حتى احنا كبشر رؤيتنا اخبارها ايه، احنا بنشوف الاحداث المستقبليه ازاي. القائد الفعال بيعرف يعمل تحفيز، فمن ضمن الصفات المميزه ليه ان هو بيحفز الاخرين، سواء كان تحفيز ايجابي او تحفيز سلبي. الثقافة، يعني الراجل ده مطلع وبيقرأ كتير وبيعلي نفسه من العلم وبيطور في نفسه، ما بيقفش عند حد معين. لذلك حتى بيقولك يا فندم ان الطبيعي الناس الناجحين بتقرأ 10 كتب في الاسبوع، طبعا 10 كتب كتير، مش هقولك اقرأ 10 كتب، لكن على الاقل يكون لك ورد ثابت يوميا، على الاقل ساعة في اليوم، كل يوم فضي لنفسك ساعة تقرأ فيها، سواء في حاجات متعلقة بمهنتك أو معلومات عامة أو مهارات، علم مهارات جديدة. وطبعا التكنولوجي ساعدتنا كتير، يعني أنت دلوقتي ممكن تدخل على اليوتيوب هنجيب ناس محترمين جدا بتتكلم في الحاجات دي، ممكن تسمع اللي هي الأوديو بوكس اللي هي الكتب المسموعة، ممكن تحط المكتبة الإلكترونية PDF على الموبايل بتاع سيادتك، لو انت من نوع متعود ان هو يقرأ من الكتاب الورقي، فضل نفسك ساعة يوميا تقرأ بس فيها كده، علشان تزود نفسك من الثقافة والمعرفة. من الحاجات برضو اللي بتميز القائد الفعال الثقة، تمام؟ ما فيش قائد
فعال مزعزع السقف. ما في ما شفناهاش دي يعني. قائد يعني سقطوا في نفسه كبير قوي. سقطوا في قدراته كبير قوي. عارف ليه؟ لان هو عنده سيلف اويرنس اللي كان بتاعنا في اول صفه. بيعرف ذاته كويس، فعشان كده عنده ثقه في نفسه وثقه في الله سبحانه وتعالى يعني. الالتزام بالخطط، هو الراجل مش بيحط خطط وخلاص. لا، هو بيلتزم كمان بتطبيق هذه الخطط. عنده التزام اخلاقي. عنده درجه من الذكاء العقلي، مش بقول ان هو جينيوس، نسبه ذكائه بتعدي الجميع، ولكن عنده قدرات ذهنيه تمكنه من القيام بدوره. لديه فكر ممنهج، عنده حكمه في وضع الاشياء في محلها، عنده توازن نفسي، متأني وعدم التسرع. التأني وعدم التسرع، الراجل مش متسرع في اتخاذ القرارات، لكن بيعرف ياخدها بشكل سليم وفي وقت سليم. بيعرف يعبر عن مكنونه الداخلي، ولديه درجه عاليه من فن الخطابه ومواجهه الجماهير. القدره على جمع الشتات عند الاختلاف. يمكن انا في حكمه مؤمن بيها جدا، ان this agreement is good opportunity to generate new ideas. درجه او مرحله الاختلاف هي فرصه طيبه لتوليد والحصول على افكار جديده. القائد الفعال بيعيش بهذا المبدا. لما يلاقي مجموعه عنده من في العمل بدات تختلف، ما بيسيبهمش يوصلوا لمرحله الصراع، على طول بيقول لهم دي فرصه كويسه جدا عشان يجيب افكار جديده، فيعرف يوحد الصف. اللي بيعمل او بيجعل اهلها شيعا ده مش قائد. لما تروح اداره او تروح مؤسسه وتلاقي ان رئيس المنظومه دي الناس تحتيه متشرذمه الى احزاب ودويلات صغيره، ما تقولش عليه قائد خالص، لا فعال ولا غير فعال. ده موظف، رئيس عصابه، ايا كان. تمام؟ لكن القائد الفعال يوحد الصف. القائد الفعال لديه الرفق والتفهم، ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك، مش بالصوت العالي والحنجره. لست رجلا حنجوريا يعني. القائد الفعال بيعرف يتلطف وبيعرف يكسب الناس في صف. القائد الفعال متواصل او لديه درجه عاليه متميزه من التواصل. عنده السيلف ديفلوبمنت او التطوير الذاتي والتعليم المستمر. في حد من الشباب جاء حجز معايا كورس اتش ار، يعني خد معايا دبلومه اتش ار في مكان ما بشتغل فيه ترينر. المهم الراجل ده بدات مفاهيمه تتغير، بدا اداؤه يتغير، الحمد لله رب العالمين الاحسن. فمدير لاحظ عليه الدنيا دي، عارف اللي هو الفيلم اللي كان بيقول له لقد تغيرت رائحتك يا حنظله. كان بيقول له انت ما بتستحماش؟ قال له لا، انت رائحتك اتغيرت، بعرف ان في حاجه غريبه. قال له يا ابني انت فيك حاجه غريبه يعني، مش طبيعي. فقال له والله يا فندم انا باخد كورس اتش ار دبلومه في مكان الفلاني مع محاضر الفلاني. فقلت ما قلتليش ليه؟ بدل ما كنت تاخدها على حسابك نعملها لك دوره تدريبيه على حساب الشركه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، قال له ممكن تاخدني معاك المحاضره الجايه؟ قال له انا باخد كل يوم ثلاثه من 6 ل 10. فراح الراجل مشكورا جه معاه. فقيت المحاضره اللي بعديها الشاب بتاعنا بيعرفني على مديره مستر فلان الفلاني، مديري في الشغل، وجاي يتعرف على حضرتك وياخد معاك البرنامج التدريبي. خلص معايا الاتش ار سبيشالست هو ومديره، ودخلوا معايا في الاتش ار سينيور هو ومديره. قائد غير واحد تاني طبعا. النسبة الكبيرة لو عرف ان فلان الفلاني ده بياخد كورس، تاخده امتى؟ كل يوم الساعة 6 من 6 ل 10؟ طب ايه رأيك ان انت عندك شغل اوفر تايم من 6 ل 10 كل يوم 3؟ ده مش قائد. اوكي؟ القائد طبعا لديه حسن الاستماع للآخرين، هو منصت جيد عشان كده هو متحدث جيد. بيعرف يستفيد من الآخرين ومن تجارب الغير، وما عندوش تعالي انه يسمع للموظف اللي اقل منه خالص، بيتعلم. وطبعا قلت لك هو لديه درجه عاليه من المبادره. هنكتفي بهذا القدر في الجلسه التدريبيه الاولى من دبلومه اعداد
القادة. إلى أن نلتقي إن شاء الله في الجلسة الثانية، لكم مني أطيب التحيات وأرقى الأمنيات. وكما بدأنا لقاءنا بتحية السلام، ننهي لقاءنا بتحية السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.